بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. تعليق على تفسير سورة البقرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، إلى آخر الآيات. المسألة الثامنة: نفي النقائص عن ربه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ما بعد، من جملة الفوائد التي استنبطها الشيخ رحمه الله من سورة الأنعام عند قصة إبراهيم مع أبيه وقومه ومناظرته لهم، قوله تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قوله الذي فطر السماوات والأرض، هذا ثناء على الله لأنه هو المستحق للعبادة، لأنه هو الذي خلق السماوات والأرض ابتداء من غير مثال سابق، أنشأها سبحانه ابتداء على عظمتها وسعتها. فطر السماوات والأرض، مثل بديع السماوات والأرض، يعني أنه، والبديع هو الشيء الذي لم يسبق له نظير. وكذلك فطر السماوات والأرض، هو ابتدأها سبحانه وتعالى، ابتدأها من غير مثال سابق بعلمه وقدرته سبحانه، أوجد هذه المخلوقات العلوية والسفلية، فهو المستحق للعبادة والتوجه إليه والإخلاص له دون هذه التماثيل التي كان يعبدها قومه. أبوه كان يعبدها أبوه وقومه، تماثيل يصنعونها بأيديهم ثم يعبدونها. أما الله جل وعلا فإنه فطر السماوات والأرض، هو المستحق للعبادة. أما هذه فلم تخلق شيئا، هذه التماثيل لم تخلق شيئا، وهي مصنوعة، مصنوعة صنعها هؤلاء المشركون، جعلوها تماثيل على تماثيل الحيوانات والآدميين، عبدوها من دون الله، صور على شكل تماثيل من الحجارة ينحتونها. أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. فهو المستحق للعبادة، لا هذه التماثيل وما شابهها من الأشجار والأحجار والأضرحة والقبور غير ذلك، والأولياء والصالحين، كلها مخلوقات لله لا تستحق من العبادة شيئا، وهي عاجزة لا تخلق شيئا. نعم. التاسعة:
ذكر توجهه الذي هو العمل. وجهت وجهي، المراد أخلصت عملي، أخلصت عملي. التوجه هو الإخلاص لله عز وجل دون غيره، فهو لا يوجه وجهه لغير الله في عبادته، توجه إلى الله سبحانه في صلاته، في دعائه، في جميع أموره. نعم. العاشرة، ذكر الدليل الذي دله على النفي والإثبات. الدليل وهو خلق السماوات والأرض الذي دله على النفي، نفي العبادة عن غير الله، وإثباتها لله سبحانه وتعالى. إنني بريء، هذا معنى النفي، مما تشركون. إني وجهت وجهي، هذا معنى الإثبات، فهو معنى لا إله إلا الله. تمام. البراءة من الشرك وإثبات العبادة، إخلاصها لله سبحانه، هذا معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للشرك وإثبات للتوحيد. نعم. الحادية عشرة، تحقيقه ذلك بكونه حنيفا، وهذه المسألة التي قال الله في ضدها: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حنيفا، ما معنى الحنيف؟ هو المقبل على الله، المعرض عما سواه، هو المقبل على الله المعرض عما سواه، فهو لم يلتفت إلى غير الله، وإنما هو متوجه بجميع أعماله ونياته ومقاصده لله سبحانه وتعالى، معرضا عما سواه، هذا معنى الحنيف. وهي ملة إبراهيم، هي الحنيفية، مأخوذة من الحنيف، والحنيف هو المتوجه إلى الله المعرض عما سواه. نعم. وهذا عكس ما كان عليه المشركون. المشركون يعترفون أن الله هو الرب، وهو الخالق، وهو الرازق، وهو المدبر، يقرون بتوحيد الربوبية، لكنهم ينكرون توحيد الألوهية، فيصرفون العبادة لغير الله، مع أنهم يعترفون أن الخالق والرازق والمدبر هو الله، وأن هذه المعبودات لا تدبر ولا تخلق ولا توجد شيئا. وهذا معنى قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله، يعني إقرارهم بتوحيد الربوبية إلا وهم مشركون في توحيد الألوهية، مشركون في توحيد الألوهية، فهم مقرون بتوحيد الربوبية، ولا أحد ينكر توحيد الربوبية، ولا يمكن أحد أن ينكر توحيد الربوبية، فطرة فطر الله الناس عليها. إنما الجدال والخصام والإنكار من المشركين هو في توحيد الألوهية، يريدون أن يعبدوا غير الله، وإن كانوا يعترفون أن الله هو الرب وهو الخالق وهو الرازق. نعم. الثانية عشرة، تصريحه لهم بما ذكر ولم يدار مع كثرتهم ووحدته. أي نعم، صرح لهم بهذا مع أنه فرد واحد، شخص واحد، وهم أمة وعندهم مقدرة من السلاح ومن التهديدات، ومع هذا ما عبأ بهم، صرح لهم: إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين. تبرأ من المشركين،
فالموحد لا بد أن يتبرأ من المشركين ومن الشرك. أما أن يقول ما علي منهم ولا تبرأ من أحد وأنا أستقيم في نفسي ولا علي من الثاني، نقول لا، ما هو هذا هو التوحيد. لا بد أن تتبرأ من المشركين ومن دينهم، وما أنا من المشركين. الدين ولا وبراء، ولاء لله ورسوله والمؤمنين، وبراء من الشرك والمشركين. نعم. الثالثة عشرة تصريحه بالبراءة منهم بقوله وما أنا من المشركين. هذه براءة، ما أنا من المشركين، براءة واضحة أنه لا يعترف بدين المشركين ولا يصاحب أو يحب المشركين، بل يعاديهم في الله عز وجل، يعاديهم في الله عز وجل. هذا هو الموحد. أما اللي يقول أنا أستقيم بنفسي ولا علي من الناس، نقول لا، أنت ما تفهم التوحيد. لازم الموحد يتبرأ من الشرك ومن أهله ويصرح بذلك أيضا. نعم. وإلا يكون مداهنا، يكون مداهنا. نعم. الرابعة عشرة قوله وحاجه قومه ولم يذكر حجتهم لأن كلامه كاف عن كل ما يقولون. وحاجه قومه، حاجة يعني مشاركة من إبراهيم ومن قومه، أنه تناظروا وتجادلوا، هذه المحاجة. هم يريدون الانتصار لآلهتهم، وهو يريد إثبات التوحيد لله عز وجل، يجادلهم في ذلك. وهكذا المسلم الموحد لا بد أن يجادل المشركين إذا تعرضوا له وأدلوا بشبهات يروجون بها على الناس، فلا بد أن يحاجهم وأن يبطل شبهاتهم لئلا تروج على الناس، وليقيم عليهم الحجة. لم يذكر ما أدلوا به، حاجهم، لكن لم يذكر ما حاجوه به، استغناء بما جاء به هو صلى الله عليه وسلم. هم مخالفون له، فذكره ما هو عليه وما يأمر به يكفي عن ذكر ما هم عليه، لأنهم مخالفون له، فهو هم على مخالفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولجميع الأنبياء والمرسلين، مخالفون. ليس عندهم حجج مقنعة، إنما عندهم شبهات واهية لا تسمن ولا تغني من جوع. اللي يقول لك الله الذي خلق السماوات والأرض، الله هو الرزاق، هو المدبر، هو الذي يحيي ويميت، ماذا تقول له؟ ماذا يقول له المشرك؟ يقول أن القبور تحيي وتميت، يقول إنها خلقت شيء من السماوات والأرض. الله جل وعلا يقول أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. ما لهم حجة، ليس لهم حجة أصلا. نعم. الخامسة عشرة أنهم لما خصموا رجعوا إلى التخويف كفعل أمثالهم، فذكر أنه لا يخاف إلا الله لتفرده بالضر والنفع بخلاف آلهتهم، فذكر النفي والإثبات. نعم. هو إبراهيم عليه السلام مع قومه لما خصمهم بالحجة والبرهان ولم يبقى عندهم
ما يعتمدون عليه في مقابلته لجأوا إلى القوة، فخوفوه من آلهتهم أنها تصيبه وأنها تقتله وأنها تبطش به. قال: ولا أخاف ما تشركون به، ولا أخاف ما تشركون به، مهما قلتم عن آلهتكم خوفتموني أنا لا أخاف. الآن القبوريون يقولون يصيبك، يصيبك الولي كذا، يقتلك، يسوي بك. الموحد يقول: لا، أنا ما أخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. أما هذه معبودات عاجزة لا تغني شيئا، هم لجأوا إلى التخويف، مثل ما قال قوم عاد لهود عليه السلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يقولون: هل أصابك؟ هذا جنون، هذا جنون، اسببه أن آلهتنا أصابتك بهذا الخبال وهذا الكلام الذي تدعون إليه. قال عليه السلام: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا أنتم وآلهتكم. شوف، شخص واحد تحدى أمة، وأمة هي أكبر الناس أجساما وقوة. قالوا: من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ اغتروا بقوتهم. إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تؤخروا عقوبتي. تحداهم، يقول: الآن، الآن، يلا، تحداهم. ما قدروا على شيء، وآلهتهم ما أسعفتهم في هذا الموقف. فكيدوني جميعا أنتم وآلهتكم ثم لا تنظرون. السبب في هذا الموقف: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ، أي الله جل وعلا آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، على طريق واضح. أما آلهتكم فهي على طرق الضلال، ليس لها طريق واضح. فخصمهم عليه الصلاة والسلام، شخص واحد وقف في وجه أمة عاتية وتحداهم، فلم يقدروا على أن ينالوه بسوء، بسبب أنه توكل على الله رب الجميع، ربي وربكم، لكن أنتم أشركتم به وأنا رسوله وأنذرتكم. نعم. السادسة عشرة: سعة العلم وما قبله سعة القدرة، وهاتان هما اللتان خلق العالم العلوي والسفلي لأجل معرفتنا لهما. نعم، الله أوجد العالم السفلي السماوات، والعالم العلوي السماوات والعرش، وأوجد العالم السفلي الأرض وما فيها بشيئين: العلم، لأن الجاهل ما يمكن يزين شيء ولا يوجد شيء، العلم. الثاني القدرة، الثاني القدرة، علم قدرة، أوجد بهما هذه المخلوقات. العالم الذي ليس عنده قدرة ما يوجد شيء، والقادر الذي ليس عنده علم أيضا ما يوجد شيء، إنما العليم القدير هو الذي يوجد ما يشاء سبحانه وتعالى. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، فالله سبحانه تحدى الناس كلهم لما ترك على ظهرها من دابة، لما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى.
فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. كيف يسوى هذا بالمخلوق العاجز الذي ليس عنده علم وليس عنده قدرة وليس عنده قدرة؟ نعم. السابعة عشرة: أن من ادعى معرفتهما وأشكل عليه التوحيد فعجب، ولذلك قال: أفلا تتذكرون. السادسة عشرة. نعم. هذه ولا لا قبل؟ لا هذه. أن من ادعى معرفتهما. نعم. يعني العلم والقدرة. نعم. وأشكل عليه التوحيد فعجب، ولذلك قال فعجب. نعم. ولذلك قال: أفلا تتذكرون. أفلا تتذكرون، هذا تعجب من إبراهيم عليه السلام، كيف ينسون عظمة الله وقدرته وعلمه، كيف ينسون هذا ولم يتذكروا هذا، نسوه حينما نافحوا عن أصنامهم وعن معبوداتهم التي لا تقارن بالله سبحانه وتعالى، ما تقارن بالله. فهذا من العجب والمكابرة أيضا. نعم. الثامنة عشرة قوله: وكيف أخاف ما أشركتم إلى آخره، يدل على أنها حجة عقلية تعرفها عقولهم. يقول لهم: وكيف أخاف ما أشركتم. الآن اتضح أن ما أشركتم لا يستطيع أن يضرني، كيف أخاف ما أشركتم وقد أشركتم بالله ما لم ينزل به. يعني لماذا لا تخافون الله سبحانه وتعالى؟ تخوفوني بآلهتكم ولا تخافون الله، أنتم تخوفوني بآلهتكم العاجزة ولا تخافون الله القادر على كل شيء العالم بكل شيء. هذا من العجب. أفلا تتذكرون، أفلا تتذكرون عظمة الله وعلمه وقدرته فتؤمنوا به وتعبدوه، تتركوا عبادة ما سواه. هذه حجة عقلية، حجة عقلية وبرهان عقلي. القرآن جاء بالحجج العقلية والحجج الرسالية، حجج الوحي وحجج العقل. علماء الكلام يقولون لا، أدلة القرآن والسنة أدلة ظنية، وأدلة الجدل وعلم المنطق هذه عقلية، براهين عقلية، يسمونها براهين عقلية، ويسمون أدلة الكتاب والسنة ظواهر، يسمونها ظواهر ظنية عندهم. يا سبحان الله، هذه حجة عقلية واضحة. نعم. التاسعة عشرة قوله: إن كنتم تعلمون، يدل على أن من أشكلت عليه هذه الحجة فليس له علم. إن كنتم تعلمون، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أنتم تهدون بآلهتكم وأنا أهددكم بقدرة الله وعظمته، فأي الفريقين أنا أو أنتم أحق بالأمن؟ من هو الذي يحصل له الأمن، أنا أو أنتم؟ أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ لكنهم لا يعلمون، جهال، فهذا تجهيل لهم، حيث هددوا إبراهيم بآلهتهم العاجزة ونسوا قدرة الله التي لا يغلبها شيء. هذا من عمل بصيرة ومن الجهل بالله سبحانه وتعالى، والجهل داء قاتل.
الجهل على قسمين: جهل بسيط وهو الذي لا يعلم ويدري أنه ما يعلم، هذا جهل بسيط سهل زواله بالتعلم، والثاني جهل مركب وهو الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل، هذا مركب وهذا هو الصعب، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، بل يزعم لنفسه العلم والدراية وما عنده شيء، هذا جهل مركب وهذا صعب تحويله عما هو عليه، صعب إقناعه عما هو عليه أبدا. نعم، وهذه صفة قوم إبراهيم، عندهم جهل مركب والعياذ بالله. نعم. العشرون: البشارة العظيمة والخوف الكثير في فصل الله هذه الخصومة. الله جل وعلا فصل بين الفريقين، أي الفريقين أحق بالأمن، أنا أو أنتم؟ تولى الله الجواب فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله فصل الجواب بينهم، الذين آمنوا، آمنوا يعني بالله عز وجل، ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم، آمنوا يعني وحدوا الله، ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن المطلق أو الأمن مطلق الأمن. فالموحد إما أن له الأمن المطلق إذا كان توحيده خالصا، وإما وليس عنده ذنوب ولا معاصي، هذا له الأمن المطلق. وأما الموحد الذي عنده ذنوب ومعاصي دون الشرك فهذا له مطلق الأمن، وإن عذب بذنوبه فإنه يكون من أهل الجنة في المستقبل، فيأمن من الخلود في النار، فهو مطلق أمن، يأمن من الخلود في النار وإن عذب بها بذنوبه، هذا يسمى مطلق أمن. وأما الأول فهو الأمن المطلق الذي ليس معه عذاب، ليس معه عذاب. نعم. البشارة العظيمة والخوف الكثير في فصل الله هذه الخصومة إذا عرف ما جرى للصحابة وما فسرها لهم به النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة لما سمعوا هذه الآية أشكلت عليهم، لأنهم ما عرفوا ايش المقصود بالظلم. قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ ظنوا أن المراد به المعاصي، من يسلم من المعاصي؟ من يسلم من المعاصي؟ الإنسان عرضة للمعاصي، أينا لم يظلم نفسه؟ أي لم يقع في معصية. قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس بالذي تعنون، إنه ظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح، يعني لقمان، لم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والشرك ظلم لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، سمي وهو أعظم الظلم. الظلم على ثلاث درجات: ظلم الشرك، وهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة، والثاني ظلم الناس، يظلم الناس، تعدى عليهم بأخذ أموالهم، بانتهاك أعراضهم، بتعدي عليهم في أبدانهم بقتل أو ضرب أو غير ذلك، هذا لا يغفر إلا إذا سامحه المظلوم، لا يغفر، الذي يظلم الناس لا يغفر له ظلمه إلا إذا سمح له المظلوم،
وتنازل عن حقه، وإلا فلا بد من القصاص عند الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والذنوب والسيئات، وهذا هو الذي فهمه الصحابة لما سمعوا هذه، أنه ظنوا أنه يريد ظلم العبد لنفسه، وهذا يغفره الله سبحانه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. الحادية والعشرون تعظيمه سبحانه وهذه الحجة بإضافتها إلى نفسه. تلك حجتنا، تعظيم هذه الحجة بإضافتها إلى نفسه سبحانه. تلك حجتنا، نا هذا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ضمير العظمة. نعم. وأنه الذي أعطاها إبراهيم عليه السلام عليهم. نعم، هو الله جل وعلا هو الذي أعطى هذه الحجة لإبراهيم وفهمه إياها. نعم. الثانية والعشرون أن العلم بدلائل التوحيد وبطلان الشبه فيه يرفع الله به المؤمن درجات. تلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء. فالعلم يرفع الله به أصحابه المخلصين العاملين بعلمهم، يرفعهم الله درجات لا يعلمها إلا هو. نعم. الثالثة والعشرون معرفة أن الرب تبارك وتعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. حكيم، الحكيم هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها، وهو الذي يضع الأمور في مواضعها، وهذا هي صفة الله، هذه هو الحكيم سبحانه وتعالى الذي يحكم الأشياء ويتقنها، وهو الذي يضع الأمور في مواضعها، فيضع العذاب في من يستحقه، ويضع النجاة والمغفرة والجنة في من يستحقها. لا يمكن أن يدخل المشركين والكفار النار وينعمهم، لا يمكن أن يدخل الكفار والمشركين الجنة، لا يمكن، هذا حرم الله الجنة على المشرك. ولا يمكن أن يدخل الموحدين المخلصين النار، هذا لا يليق بحكمته سبحانه، هذا وضع للأمور في غير موضعها. الخبير عنده كمال الخبرة بمن يستحق الإكرام ومن يستحق الإهانة، فلا يعذب من لا يستحق العذاب ولا يكرم من لا يستحق الكرامة. نعم. الرابعة والعشرون كونه عليم بمن هو أهل لها، كما قال تعالى وكانوا أحق بها وأهلها. أنه يعلم من يستحق الكرامة ومن لا يستحقها، كما قال جل وعلا وألزمهم كلمة التقوى، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ألزمهم كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله، وكانوا أحق بها أي بهذه الكلمة وأهلها، هم أهل لا إله إلا الله الذين عبدوا الله وأخلصوا له العبادة. نعم. الخامسة والعشرون ذكر نعمته على إبراهيم بذريته التي أنعم عليه. ذكر نعمته، أين ذكر نعمته على إبراهيم بذريته التي أنعم عليهم بالهداية، ومن ذريته داود وسليمان إلى آخر الآيات، هؤلاء من ذرية إبراهيم عليه السلام.
ذرية إبراهيم، فهو أبو الأنبياء، هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وما بعث نبي بعده إلا ومن ذريته، من ذرية إبراهيم عليه السلام، لذلك يقال أبو الأنبياء وإمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام. لكن هل حصل على هذا إلا بعد تعب ومكابدة وتعرض لأخطار هائلة؟ ما حصل على هذه المرتبة إلا بجهاد وجهود وصبر وثبات عليه الصلاة والسلام. نعم. السادسة والعشرون: أن العلم والهداية أفضل النعم، لقوله: ونوحا هدينا من قبل. ونوحا هدينا من قبل، يعني من قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإبراهيم هو أول الرسل. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ونوحا هدينا من قبل، كما هدينا إبراهيم وذريته هدينا نوحا من قبل. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، نعم، لكنه لا يضعها إلا في أهلها المستحقين لها، الذين يطلبونها ويرغبون فيها. نعم. السابعة والعشرون: هداية المذكورين أصولهم وفروعهم ومن في درجتهم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم اجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. هؤلاء الأنبياء وإخوانهم من النبيين وذريات هؤلاء الأنبياء، الله جل وعلا هداهم إلى صراط مستقيم، اجتباهم واختارهم يعني وهداهم إلى صراط مستقيم. وكما يقال في المثل: صلاح الآباء يدرك الأبناء، فهم تبعوا طريق آبائهم وأجدادهم من الأنبياء في الهداية والاستقامة، فنالوا هذه الكرامة. نعم. الثامنة والعشرون: ذكره الذي هداهم الله إليه، وهو الصراط المستقيم، وهو المقصود من القصة. أن الله هدى هؤلاء الأنبياء وذرياتهم وإخوانهم إلى صراط، يعني طريق مستقيم، وهو صراط الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وصراط الله واحد، وعليه النبيون والمرسلون، وعليه الصديقون والمؤمنون. هذا الذي يسير، هؤلاء هم الذين يسيرون على صراط الله، وأما غيرهم فيسير على طرق الضلال، طرق الظلام، طرق الهلاك، أيا كانت وجهتهم. من خرج عن هذا الصراط وقع في الهلاك، مثل الإنسان اللي يمشي في مهلكة وأمامه طريق جادة يمشي عليها، لو خرج عنها من هنا أو هنا هلك. هذا مثل الصراط المستقيم، ما فيه نجاة إلا بسلوك هذا الصراط واحد، ما فيه انقسامات. نعم. وأما طرق الضلال فهي متشعبة، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا محسوسا، حيث خط صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما في الأرض، وخط عن ميمنته وميسرته خطوطا، ثم قال للخط المستقيم: هذا صراط الله، وقال للخطوط التي على ميمنته وميسرته: وهذه سبل، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، وأن هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوا فاتبعوه، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يعني سيروا عليه،
ولا تتبعوا السبل التي ليست سبيل الله فتفرق بكم عن سبيله. يضيعون عن صراط الله عز وجل. وتتلقفهم الشياطين، كل واحد يقول تعال عندي تعال، ويقول تعال ولا يقول تعال، ولا يدري وين يروح، تحير ولا يدري منهم الصادق منهم، تحير. هذا واضح يعني، لكن هذا يحتاج انك تسأل الله. ولذلك الله أمرنا وفرض علينا في كل صلاة أن نقرأ سورة الفاتحة، وفيها اهدنا ايش؟ الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود وأشباههم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، ولا الضالين وهم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال، ليس عندهم علم، ليس عندهم علم. فاليهود عندهم علم وليس عندهم عمل، النصارى عندهم عمل لكن ليس عندهم علم، فهم ضالون والعياذ بالله. أما أهل الصراط المستقيم فعندهم علم وعندهم عمل. نعم. التاسعة والعشرون، التنبيه على الاستقامة. نعم، التنبيه وأن هذا صراطي مستقيما، استقامة، الذي يستقيم في دينه يكون على هذا الصراط، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، يعني معتدل ليس فيه ضياع وليس فيه ضلال، يوصل إلى الجنة. نعم. الثلاثون، القاعدة الكلية أن هذا الطريق هو هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ليس للجنة طريق إلا هو. أن هذا هو الذي يوصل إلى الجنة، لا يوصل إلى الجنة غير هذا الصراط المستقيم. إذا ضيعته فإنك تضيع في الدنيا والآخرة، وإذا سلكته ولزمته نجوت الدنيا من الضلال، ونجوت في الآخرة من النار. نعم، يكفي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله عليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. ونستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، الآية، هل المقصود كونه أمة باعتبار شخصه أو باعتبار ما بعث الله من الأمة؟ يا أخي، تطلق على معاني. الأمة القدوة، الأمة القدوة التي يقتدى بها. إبراهيم كان قدوة، أمة يعني إن إبراهيم كان أمة يعني قدوة لأهل الخير. ويطلق الأمة على الإمام، يطلق الأمة على الإمام في الحق، وإبراهيم كان إماما للناس، قال إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما. تطلق الأمة ويراد بها الزمن، القطعة من الزمن. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد إيش؟ بعد أمة. بعد إيش أمة؟ وش معنى أمة؟ يعني بعد زمن طويل. نعم. تذكر قول يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك. نعم. أحسن الله إليكم، في قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، ما المقصود بهذه الآية؟ هم يستدلون بالنجوم على الخير والشر وعلى المرض وعلى الصحة، فهو أراد أن يجادلهم وأن يتنزل معهم، مثل قوله لما رأى كوكبا قال هذا ربي، هذا من باب التنزل وبيان أنهم على باطل. قال إني سقيم، هم يروحون لعيدهم
ويبونه يروح معهم، وما يريد أنه يروح معهم، له مقصد، مقصده أنهم لا راحوا يكسر الأصنام. قالوا له يلا معنا، قال إني سقيم مريض ما أستطيع، تركوه على أنه مريض. فلما ذهبوا أخذ فأسه وذهب إلى الأصنام وحطمها. القصة التي ذكرها الله في القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما مدى صحة الحديث الدين المعاملة؟ ما أعرف إن هذا حديث، هذا على ألسنة الناس، ولا أدري إذا كان حديث يحتاج إلى بحث. نعم. الدين ما هو بس المعاملة، الدين عبادة الله عز وجل والصدق والتعامل بالحلال وترك الحرام، دين واسع يا أخي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو علاج الخجل في طلب العلم؟ يدرب نفسه، يحضر، ولو بالأول يصير عنده خوف وخجل، ثم اليوم الثاني يخف، يوم الثالث يذهب عنه بإذن الله، ويدرب نفسه. ربما أن الشيطان هو الذي يخجله والذي يثبطه، يتغلب على نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تذكرون فضيلتكم برنامجا نستغل به الإجازة الصيفية فيما يفيد؟ هل برنامج هذا؟ اجلسوا عند العلماء واحضروا الدروس والمحاضرات وفي المساجد وتدارسوا القرآن، هذا اللي طالب العلم يقضي به وقته وعطلته وغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قراءة سورة الزلزلة في صلاة الفجر في كلتا الركعتين سنة أم لا؟ ما ورد، والرسول قرأها عليه الصلاة والسلام، قرأها في الركعة الأولى وأعادها في الركعة الثانية. يقول الراوي: ما أدري هل نسي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأها بعض الأحيان فلا بأس. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يكفي الاتصال بالأقارب عن طريق الهاتف دون الزيارة هل يكفي الاتصال بالأقارب عن طريق الهاتف دون الزيارة ولو كانوا في بلد واحد، وهل يرفع ذلك عن الحرج؟ لا، إذا كنت تقدر على الزيارة بنفسك هذا هو الأصل، إذا لم تقدر على الأقل بالهاتف أو بالجوال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تعاملت مع بنك إسلامي في معاملة تورق، وهي شراء حديد من شركة مقاولات، وعند انتهاء المعاملة من البنك ذهبت للشركة واستلمت الشيك، فما حكم معاملتي هذه؟ يا أخي ما كملت المعاملة، شريت الحديد، لازم تقبض الحديد، لازم تستلم الحديد وتنقله من مكان البايع، تبيعه على غيره في مكان آخر. أما اللعب هذا، نبيع عليك حديد ووكلنا نبيعه، وما هنا حديد يسلبوه. أول لابد يكون الحديد في ملك البايع قبل العقد، ثانيا لابد إذا اشتريته أن تقبضه، أن تنقله من مكان البايع تبيعه على غيره، وهذا ما يسمى مسألة التورق. نعم. على ما فيها من خلاف، ترى ما هي بعض العلماء يحرمها، يقول هذه حيلة على الربا، كشيخ الإسلام بن تيمية يقول هذه حيلة إلى الربا، لكن الجمهور يقولون تجوز للحاجة إذا توفرت شروطها. نعم. أثابكم الله. عندما أدعو والدي الجاهل في بعض الأمور يستهزئ بي ويتكبر علي ولا يقبل مني، فكيف أتعامل معه بعد هذا؟ لا تلتفت إلى هالكلام هذا، أدعو والدك وانصح والدك واسأل الله له الهداية، وكرر معه باللطف
والعطف باللطف والعطف وعدم الزجر والتعنيف، ولا تمل ولا تكسل. والدك هو أعز شيء عليك، تتركه للضلال؟ لا، لا تتركه. شوف إبراهيم عليه السلام وش سوى مع والده، ما تركه، ما تركه حتى علم أنه عدو لله، فلما علم أنه عدو لله تركه. نعم. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة بعد وفاة زوجها أن تذهب وتسلم عليه بعد تغسيله وقبل دفنه؟ أو تسلم عليه، تصلي عليه صلاة الجنازة، ما في بأس، تروح تصلي عليه صلاة الجنازة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: جاء في الحديث أنه يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، هل تقال للحافظ أو لمن يقرأ القرآن فقط؟ الحديث عام للذي يقرأ الحفظ أو يقرأ من المصحف ويعتني بالتلاوة ويتدبر القرآن ويعمل به، لابد من هذه الأمور. نعم. لا مجرد تلاوة فقط، لازم تلاوة مع تدبر مع عمل. نعم. أثابكم الله. ما معنى قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية، ولماذا ذكر اليتامى هنا؟ معناها واضح، معناها أن الرجل تكون عنده الطفلة اليتيمة، تكون تحت ولايته ولها مال، أو يريد أن يتزوجها ليأخذ هذا المال، فلا يعطيها المهر الذي لمثلها، يظلمها في مهرها، يظلمها في مهرها. فإن كان يريد أن ينصفها ويعطيها حقها ولا يبخس منه شيئا فلا بأس أن يتزوجها، أما أنه يستضعفها ويأخذ مالها ولا يعطيها صداق هذا لا يجوز، يتزوج غيرها. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني غيرها، مثنى وثلاثة وربع. نعم. أحسن الله إليكم. هل يكفي الأعجمي النطق بالشهادة أو لا بد من تفسيرها له؟ لا بد من تفسيرها له، ينطق بها وهو ما يعرفها، كيف يعتقد معناها؟ لا بد أن يعتقد معناها، ولا يعتقد معناها إلا إذا عرفه وشرح له. نعم. أحسن الله إليكم. المسبوق في الصلاة الجهرية هل يجهر بصلاته فيما تبقى عليه؟ المسبوق إيش؟ في الصلاة الجهرية هل يجهر بصلاته فيما بقي عليه؟ يعتبر ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، فإذا أدرك الإمام في الركعتين الأخريين اعتبرهما أول صلاته، وما يقضيه اعتبره آخر صلاته، فلا يجهر فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل من السنة أن يطول الإمام التشهد الأخير فيشق على بعض المصلين؟ نرجو التوجيه. لا، ما يجوز أن يطول على المأمومين، لا في لا في التشهد ولا في غيره، ولا في القراءة ولا في الركوع ولا في السجود. أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، يخفف على المأمومين تخفيفا لا يخل بالصلاة، لا يخل بالصلاة ولا يضر المأمومين. نعم. أثابكم الله. هناك من يقول: لا بأس أن يكون لك صاحب وصديق شيعي أو يهودي، ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم زار الغلام اليهودي. زاره للدعوة يا جاهل، زاره للدعوة، ادعوه إلى الله
فقال له اشهد أن لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه وهو في سكرات الموت، قال له أطع أبا القاسم، فقال الغلام لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو أخاكم، يعني تولوا شأنه، استلموه جنازته، لو أخاكم، لأنه دخل في الإسلام ويتولاه المسلمون في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وهو زاره لأجل الدعوة، دعوته إلى الإسلام. نعم. أثابكم الله. قال تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، ما تفسير هذه الآية أثابكم الله؟ الله يعلم الأولين والآخرين. المستقدمين يعني الأولين، والمستأخرين يعني الآخرين، كلهم الله يعلمهم سبحانه وتعالى، أول الخلق وآخر الخلق. نعم. لقد أحصاهم وعدهم عدا، كلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم. أحسن الله إليكم. ما حال حديث برحمتك أستغيث؟ نعم. ما حال، يعني يمكن ما صحت حديث برحمتك أستغيث؟ برحمتك، توسل إلى الله برحمتك، ما في معذور. برحمتك يعني أتوسل إليك برحمتك وأستغيثك برحمتك. والله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا إلى الله بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رجل حبس ابنه بالحمام أكرمكم الله، فهل يصلي فيه وهل يأثم الأب بذلك؟ لا، ما يصلي فيه إلا إذا خشي خروج الوقت، إذا خشي خروج الوقت يصلي على حسب حاله ولو في الحمام. نعم. ولا يجوز للأب أنه يصل إلى هذه الدرجة مع ابنه ولا مع غيره. نعم. المؤمن له كرامة، لا يسجن في الحمام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول شخصان في أحد المساجد كانا نائمين قبل صلاة الظهر، وأذن وأقيمت الصلاة ولم يصلوا مع الجماعة، وقالوا نحن مسافرون، فما حكم هذا التصرف؟ ما يجوز هذا، من حضر الإقامة فلا بد أن يصلي مع المسلمين إذا حضر الإقامة، ما تقام الصلاة وهو في المسجد ويجلس، لا بد أن يصلي مع ولو كان مسافرا، اعتبرها نافلة. النبي صلى الله عليه وسلم في منى لما صلى الفجر وانصرف إلى المأمومين رأى رجلين خلف الصف، فدعا بهما جالسين، دعا بهما، فجيء بهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ترتجف أعضاؤهما من الخوف من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا قد صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم جئتم والصلاة تقام فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. نعم. لا يجوز للإنسان أنه يجلس والصلاة تقام، أو ينام والصلاة تقام، يخرج من إذا صار ما هو مصلي يطلع من المسجد. نعم. أذابكم الله. يقول السائل ما هي الطيرة، وهل قول كفانا شر هذا اليوم من الطيرة، أو كفانا شر هذا المكان أو هذا الشخص؟ الطيرة هي التشاؤم بالأيام أو بالأشخاص أو بالطيور أنها تضره، هذا هو، هي الطيرة، وهذا اعتقاد بغير الله. المسلم يتوكل على الله، يتوكل على الله ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولا يتطير بشيء أو يتشاءم بشيء، هذا هو التوحيد. الطيرة شرك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أعطنا من خير هذا اليوم
واكفنا الشر في هذا اليوم، ما يقول شر هذا اليوم، يقول اكفنا الشر في هذا اليوم لا بأس بذلك، هذا دعاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لدي عامل بنغالي ويسأل بأن دولتهم متأخرة بيوم عن السعودية في شهر رمضان، ويريد السفر لبلده، هل يصوم 31 يوما؟ مش يدريها الحين، مش يدريها عن رمضان وما بعد دخل، ما بعد دخل رمضان. إذا جاء رمضان وهو في بلده يصوم مع المسلمين في بلده، إذا صاموا يصوم معهم. نعم. أثابكم الله. يقول: إذا أردت العمرة للغير فكيف أنوي، وكيف الدعاء أثناء الطواف والسعي؟ نعم. يقول: إذا أردت العمرة للغير فكيف أنوي، وكيف الدعاء أثناء الطواف والسعي؟ تنوي العمرة والإحرام عن الغير، أما الدعاء وأما الصلاة في المسجد الحرام والجلوس في المسجد الحرام هذه أعمال لك أنت، هذه زائدة عن العمرة. العمرة لها المناسك فقط، الطواف، الإحرام، الطواف والسعي والتقصير، هذه العمرة. أما الدعاء وأما الصلاة في المسجد الحرام وأما الجلوس في المسجد الحرام هذه أعمال لك وأجرها لك أنت، وإذا دعوت للذي أنت تنوب عنه هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم. هل تسقط الصلاة عمن لا يستطيع إلا تحريك عينيه فقط؟ والله هذا محل خلاف، والحديث وقف كقوله: فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة يومئ بالركوع والسجود، برأسه، برأسه ما هو بعينيه. أما العينين ما ورد فيها شيء، لكن بعض العلماء يستحسن هذا، لكن لا دليل على هذا، والله أعلم. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: كيف يتعامل طالب العلم والداعية عندما يكون في مجتمع خليط من كيف يتعامل طالب العلم والداعية عندما يكون في مجتمع خليط بالأفكار والعقائد المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة؟ لا بد يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة، يدرسها ويعرفها، يتمسك بها في أي مكان، يتمسك بها ولو خالفه أهل البلد، ما يلتفت إليه، تمسك بدينه. نعم. يقول: هل إطالة الشعر للرجال من السنة؟ إطالته على صفة ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقصد الاقتداء بالرسول هذا طيب، وأما إطالته اقتداء بالغرب أو بالشباب الطايش أو ما أشبه ذلك لا، هذا لا يجوز. نعم. يقول أيضا: وهل تجوز إطالة الأظافر للزينة؟ نسأل الله العافية. لا، خمس من خصال الفطرة، ومنها قص الأظافر، قص الأظافر لا يتركها تطول، هذه من صفة الحيوانات، من صفة السباع المفترسة، ويقص أظفاره في كل أسبوع في ما زاد عن ذلك يسيرا، ويقص شاربه، ويأخذ شعر أبطيه، ويأخذ شعر عانته، ما يخلي هذه الأشياء تطول، هذه من خصال الفطرة، أخذها من خصال الفطرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. تركها هذا تشبه بالكفار وبالضائعين، وفي ناس يسمونهم الهيبيين ما يأخذون شعورهم ولا أظفارهم، يصبحون كالسباع، نسأل الله العافية، تتراكم عليهم الأوساخ، تتراكم عليهم القاذورات، ويصبحون مشوهين، نسأل الله العافية. اتشبه أنت بهم بالهيبيين. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: من المقصود في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الآية؟ هذا عالم من علماء بني إسرائيل،
عالم من علماء بني إسرائيل يقال له بلعام، تعلم العلم ولكنه لم يعمل به وأخذ الدنيا وترك العلم، لم يعمل به وأخذ على علمه الدنيا ولم يستعمله للدين، إنما استعمله لطلب الدنيا، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فسلب الله منه بركة العلم وذمه ومثله بالكلب، فمثله كمثل الكلب. عالم يشبه بالكلب؟ نعم، لأنه ما عمل بعلمه، تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث، بل شبه الله العلماء اليهود به الذين لا يعملون بعلمهم، شبههم الله بالحمير، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، الحمار يشيل الكتب العلم ولا يستفيد منها شيء، كذلك الذي يحمل العلم ولا يعمل به هذا مثل الحمار اللي يحمل اللي يشيل الأسفار على ظهره ولا يستفيد منها، هذا فيه التنفير من عدم العمل بالعلم، وأن عليه وعيد شديد والعياذ بالله، ليس من يعلم كمن لا يعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يعمل في شركة تمويل وهي ربوية، وعند انتهاء عمله أعطوه مبلغاً من المال مقابل سنوات العمل التي قضاها، ثم وزع المال على زوجته وولديه، فما حكم هذا المال للأبناء؟ هذا حرام، ولا يعطي أولاده وزوجته حراماً ويغذيهم بالحرام والعياذ بالله. لا يأخذ الفوائد الربوية، يأخذ رأس ماله فقط، يتوب إلى الله ويأخذ رأس ماله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا يأخذ الربا، يتركه ولا يأخذ يقول بعطيه عيالي ولا بتصدق به، إلا هذا ما يجوز. نعم. أثابكم الله. ما حكم صلاة المرأة وهي كاشفة عن ذراعيها؟ لا تصح صلاتها، لأن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لا تكشف شيء من بدنها في الصلاة، تبطل صلاتها، لأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز للزوجة أن تظهر وجهها أمام إخوة الزوج؟ وهل يجوز لها أن تجلس معهم؟ الجلوس لا بأس إذا كانت منعزلة على حدة، لا بأس، وأما وتحتجب عنهم، تكون متحجبة عنهم ولا تكشف شيئا من وجهها أو بدنها عندهم، لأنهم أجانب منها. نعم. أثابكم الله. هل يجوز للمعتدة أن تذهب لابنتها وتزورها وتقوم بخدمتها إذا ولدت؟ تجي بنتها عندها أحسن، وعادة النساء إذا أرادت الولادة تأتي عند أمها، هي التي تأتي عند أمها، ما تذهب أمها إليه. نعم. أحسن الله إليكم. هل ورد دليل صريح على تحريم التصفيق؟ وهل يجوز التصفيق للتشجيع كالطالب في المدرسة؟ التصفيق من عادات الكفار، ونحن لا نتشبه بالكفار، هذه ناحية. الناحية التصفيق للنساء، تصفق النساء وليسبح الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، التصفيق من خصائص النساء، والتصفيق أيضا من عادات الكفار، لا يجوز لنا أن نصفق، ما حنا بالنساء نصفق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل من نصيحة لطلبة العلم الذين أنهوا عامهم الدراسة في الجامعات الإسلامية ويسافرون إلى بلادهم؟ أن يتقوا الله عز وجل، وأن يقوموا بالدعوة في بلادهم وتعليم الناس
ما يجهلون من أمور دينهم، هذا واجب عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز لي أن أعتمر اليوم ثم أرجع إلى الطائف وأعتمر اليوم الثاني؟ ما في بأس، لكن الأولى يكون بين العمرتين مدة يتوفر فيها شعر في الرأس لأجل حلقه في العمرة. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز إعطاء شقيقي من زكاة المال علما أن راتبه على قدر حاجته؟ إذا كان يحتاج فهو أولى بزكاتك، لأن الصدقة عليه فيها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. عن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن الشيء لما تدري هل هو حلال ولا حرام تتركه، تتركه، كما قال سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. فاتقاء الشبهات هذا أحوط في أمور الدين، والذي ما تعرف أنه حلال أو حرام اتركه. نعم. احتياطا لدينك. نعم. أثابكم الله. يقول سائل: ابتلاه الله بقرض ربوي من البنك ويريد أن يحج هذه السنة، فهل يجوز له الذهاب للحج علما أن فترة سداد الدين فترة طويلة؟ يحج من مال الربا ما يجوز، ما يجوز، يحج من مال حلال ما يحج من مال الربا، والربا اللي دخل عليه تخلص منه، تخلص منه بإعطائه للمحتاجين تخلصا منه، ما هو بصدقة لكن تخلصا منه، مثل المال الضائع اللي ما يدرى منه له يعطى للمحتاجين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو التوضيح بين الفرق بين المطلقة الرجعية والمطلقة طلقة واحدة على عوض، وهل لزوجها أن يراجعها وهي مطلقة على عوض؟ طلقة واحدة على عوض باين، هذه تصير باين بينونة صغرى، لزوجها أن يتزوجها بعقد جديد، ما يراجعها، ما هي برجعية، هذا باينة، لكنها بينونة صغرى، يعقد عليها عقدا جديدا، ما في بأس. نعم. ثابكم الله. يقول: ما حكم صلاة المرأة بالبنطال؟ لا يجوز لبس البنطال للمرأة أصلا، لأنه يصف جسمها ويصف أعضاءها، وله من لباس المسلمات في هذه البلاد، ما هم من لباس أهل هذه البلاد، فما دام ما هم من لباس نساء هذه البلاد لا يجوز، هذه شهرة، يصير شهرة، وأيضا فيه فتنة، فيه فتنة، لأنه يصف أعضاءها وعجيزتها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال: ما حكم استشهاد الخطيب في خطبة الجمعة بأبيات شعرية؟ لا بأس، إذا كانت أبيات حكمة وفيها فائدة لا بأس. نعم.